بص يا زميلي بالحب كده، احنا هنبدا سلسله جديده. السلسله بقى ايه؟ كالتالي يا باشا، دي سلسله تقييم وهنسميها الوصول الايس ديمونيت. هلعب وهصور وهنزل لكم ملخصات الفايتات، وطبعا هوريك كنت فين في اول اليوم ووصلت لحد فين في التقييم طبعا يعني. قبل ما نبدا صل على النبي، ويلا يا عم خش في الفيلم. Watch out!
واتش اوت. Watch out! Awesome. Watch out! Awesome.
كانتين بارد فشخ. يلا اديهم خدوا الشر وراح عنو بياض. ودي يا باشا اللي جيم اللي احنا لعبناها، كنت بادي وانا دايموند في فاول الرتبه، حاليا يا باشا زي ما انت شايف انا دايموند 3 في نص الرتبه. جيب كتير قوي كراون الجيم الجاي، الفيديو الجاي اسف. ولو الفيديو عجبك ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، ولو ملاحظ ممكن حاجه نعدلها في المونتاج طبعا ساعدني تحت في الكومنتات، واللي اتفرج لحد هنا يكتب لي تحت في الكومنتات اثيوبيا اي حاجه. يلا صوله صوله